احكي لي عن حالك شوي. انا من عائلة فقيرة كتير وتركت المدرسة مشان اساعد اهلي. وانا مخطوبة. بعدين مات جدي وترك لنا ورثي 10 مليون دولار. وبعدين ما اتفقنا مع بعض وفسخنا الخطبة. وبعد احترق بيتنا وراحوا كل المصاري والاملاك. وامبارح صلحنا انا وخطيبي ورجعنا لبعض. انا مضطرة اروح لاني امي عم بتدق لي. يلا باي. معنى كلمة زواج حرف الزين زيادة بالمصروف والمسؤولية، حرف الواو وجع راس، حرف الألف المعاناة المادية والمعنوية، حرف الجيم جيب 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 حتى يفرغ الجيب. واحد قال لمرته اسمعي ولا أنا الزلمة هون، وكلمة اللي بدها تمشي فاهمة؟ قالت له مرته شو يعني هذا الحكي ولا؟ قال له هو متحمس يعني أمتى ما بدي أشطف بشطف، وأمتى ما بدي بمسح، وأمتى ما بدي بطبخ. مش كل شي بكيفك بالبيت هاد.